بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها على قد الايد حتى في رمضان ان شاء الله. احنا دلوقتي النهارده هنعمل فطارنا مع بعض. النهارده هنعمل وصفات ان شاء الله تعجبكم. منها اول حاجه هنعملها البطاطس المحشيه. من ضمن الوصفات بقى اللي ما بتحبش بروتين، يعني لو انا عندي باقي بروتين من امبارح، باقي اي لحوم، حته من البطه، حته من الفرخه، حته من اي حاجه انت كنت عاملاها، نعمل جنبيها الصينيه دي، او حتى والله حتى لوحدها وجنبها هعمل لكم رز بالقشطه حلو جدا. هتقولي هتعمليه معمر؟ لا مش هعمله معمر، انا هوديك الفكره البسيطه اللي انا هعمله بيها. بس الاول ادي معانا ايه؟ بطاطس مقورينها كده. طبعا مش عايزه اضيع وقتكم في التقوير، دي حاجه سهله خالص اهي. بطاطس متقوره بالشكل ده والحجم حلو ده. طبعا احنا كنا زمان بنعمل اصغر من كده بكتير. حلو الحجم ده، معقول جدا. تمام، انا بعملها كده وبعدين احمرها. طب انا ليه هحمرها؟ طب ما انا اعملها كده عشان تبقى اخف. لا هقول لك انا، احنا لو عملناها كده ايه اللي بيحصل؟ تعمل بس شويه. لو انا قلتها بالشكل ده ما قلتهاش تشق معايا، تلاقي اما اجي احط فيها اللحمه المفرومه واحطها كده تلاقيها ايه، سايبه معاكي. انما التحميره اللي انا بحمرها لها بتعمل لها كفر، بيمسكها بيبقى حلو جدا. طبعا كل الست الكبار ما شاء الله عارفين الايه الفكره دي، عشان ساعات ايه انا يمكن وانا صغيره برضه عملت كده، اقول لها طب انا ليه احمر؟ طب ما انا اخليها خفيفه كده واروح عاملاها بالايه من غير ما احمرها ولا حاجه، ونيه واحطها في الحله، تلاقيها قعدت مقسومه اتنين اول ما تبدا تخش في استوى. تمام كده، انا مستنيه بس انها تعمل. طبعا معصج معانا في الفريزر، معصجين وشايلين قبل رمضان شويه معصجين حلوين كده عشان نستعملهم في كل الوصفات دي. كيس كده من اللحمه المعصجه هطلعه واروح ايه مقوره البطاطس واحمرها واعمل لها الصلصه بتاعتها. الصلصه بتاعتها هعملها لكم دلوقتي صلصه مميزه، يعني صلصه فيها فكره صغنونه كده ان شاء الله تعجبكم. يعني هي احنا عادي احنا على طول بنعملها زي كاني هعمل اي طبيخ، صح كده؟ لا انا هزود لها تكات شويه. يعني انا عندي هنا عصير طماطم وطماطم مقطعه الاثنين، عصير طماطم وطماطم قطع كده اللي هي ايه مفرومه زي ما بيقولوا، وعندي بصل، فلفل رومي قليل جدا، شويه بقدونس وسمنه. تمام، بس كده. الفكره بقى اللي هديها لكم دي ان انا هزود لها الطماطم المقطعه والفلفل الرومي وشويه البقدونس، هيديكي طعم للصوص تاني خالص. عايزه اعملها صينيه، عايزه اعملها حله، زي ما انتم عايزين. نقول بسم الله. هناخد كده معلقه من السمن، واحط بصلايه حلو يعني معقوله كده اهي. عايزاكم وانتم بتعملوا السلطه كتروا قوي البصل، احنا بنعمل السلطه نكتر البصل في السلطه يعني يبقى كتير. ولو انت خايفه من ان هو يبقى حراق، وانت بعد ما تقطعي البصل رشي عليه شويه ملح وفلفل، ترشي عليه البصل لوحده ملح وفلفل. هتلاقي بقى الحبه بصل اللي قد كده بقى ايه قد كده، خسوا بقى كده وايه ودبلوا في نفسهم، وهنحطهم مع السلطه وهنستفيد. طبعا مش هنرمي ميتها ولا حاجه، هتحط كلها مع السلطه، تبقى طعمها حلو جدا وهي دبلانه شويه، وكمان انا بستفيد ان انا زي ما قلت لكم بقوي المناعه او زي المضاد الحيوي زي ما بيقولوا من البصل. فالحاجات دي الخضروات المهمه جدا، بصل وثوم، بصل وثوم. تمام، وحاولي بقى وانت بتاكلي او قبل ما تاكلي فص ثوم صغنن كده تبلعيه. والله يا ريت نفتكر، انا شخصيا بنسى على طول، بس يعني اللي يفتكر يبقى كويس جدا. فص ثوم صغير كده يتبلع، حطيه جنب السلطه وابلعيه، حلو قوي. تمام، الاخبار هنا هحمر بس دي هحمر وحشي. طيب والرز اللي بتكلميني عليه ابو قشطه هنعمل فيه ايه؟ هقول لك يا سعاد. ايوه يا سعاد، ازيك؟ الله يسلمك، كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين وبخير يا رب. انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك نسيتوني في مشوار العمره. ليه؟ لما كنا في المسابقه. كان ايه اللي حصل؟ كنت انا الفايزه الاولى وما طلعناش عمره لحد النهارده. بصي معلش يعني خش الكنترول هيقولوا لك. هو بس كان حاسس شويه هوسه كده، فبس خلاص يعني ان شاء الله خير. ماشي؟ يعني ربنا يحلها كده وموضوعي كده كله هيتظبط ان شاء الله. ماشي، ادي كده ايه؟ احمر البطاطا. طبعا التقوير اللي جوه انا بعمله مقرمشات كده، بيبقى هايل جدا، بحمرهم لوحدهم كده في طبق، بيبقوا ايه زي شيبسي كده.
تمام. طبعا بتعملي بقى العدد اللي انت عايزاه، هتعملي 4 6 8 كل واحد 2 كده يبقى ايه، او واحدة كمان كفاية جدا. على فكرة الواحد ما بياكلش خالص على الفطار خالص. يا دينا مساء النور. يا مساء الفلات. ايوه مش صباح بقى. صباح النور. لا لا مسا مسا صح. مسا. انا اللي بتلخبط. انا اول مرة اشارك معاكي. انت منورانا. ربنا يخليك. بصي هو انا يعني تجربة جديدة في الطبخ، فكنت عايزة اعرف طريقة مكرونة البشاميل. اوه شفتي امبارح من اولها بقى. مش حلقة امبارح؟ شفتي حلقة امبارح ولا لا؟ او طيب ده انت عندك المكرونة البشاميل من اول الف ب كانت موجودة. بس يعني حلقة امبارح؟ اه بس هقول لك عليها. ماشي ما جراش حاجة هقول لك عليها. حاضر. بس حلقة امبارح عملنا المكرونة البشاميل عملناها من اولها. بسم الله. حبتين طماطم كده كبار. طبعا المكرونه بشاميل اللي عملناها امبارح دي كانت سهله جدا. هي مفيش حاجه، بتسلقي مكرونه تعملي بشاميل تعصجي لحمه. المشكله عندك في ايه؟ اكيد في البشاميل. البشاميل ده مقداره قد ايه والسمك بتاعه قد ايه وازاي ان انا اعمله مظبوط وما يكلكعش معايا. هقول هو ده. انما المكرونه سلقها عادي، اللحمه المعصجه عاديه جدا بالبصلايه كده وخلاص زي ما انت شايفه كده. انما لا، مشكله اللي عندك في البشاميل. احنا الكيلو الكيس المكرونه بياخد حوالي من 6 ل7 كوبايات من السائل. 6 7 كوبايات من السائل اللي هم يا شوربه ولبن يا اما لبن وميه، مفيش اي مشكله. تمام كده. فانت بتعملي ايه؟ بتروحي جايبه على 6 7 كوبايات سائل، بنحط حوالي 4 معالق من الدقيق، 4 معالق كبار من الدقيق، على 2 معلقة من السمنه، 2 معلقة السمنه اسخنهم جدا، انزل عليهم 4 معالق الدقيق واقلبهم. بعد كده هتلاقيهم ايه؟ بدأوا ياخدوا لون. عندك بقى 6 7 كوبايات من السائل، نصهم شوربه ونصهم لبن، بيكونوا باردين. اروح حطاهم مره واحده او جزء نص مثلا مره واحده عشان ما يكلكعش، وافضل اقلب اقلب وازود بقيه الكميه لغايه ما يغلي معايا، واحط ملح وفلفل بس كده. يا ام عمر. الو. الو ازيك؟ ايوه سلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت بالف صحه وسلامه يا دكتوره نجلاء. يا جميله يا متجدده دايما. يا حبيبتي ربنا يخليكي. صباح الفل. والله انت دايما مفرحانا ودايما مهنيانا بالاكل بتاعك التحفه ده. ربنا يكرمك. ده من ذوقك والله. بس عايزين بقى مش يبقى على قد الايد، عايزين يوم كده ما يبقاش على قد الايد. والله هو في رمضان ملحمر شويه معانا. عايزين حاجه مره ماشي زي بعض. قولي عايزه ايه وانا اعمله لك. عايزه ايه مثلا؟ بره يعني مثلا ديك رومي كده، مع ان حضرتك عامله برده حلقه عن الديك الرومي. يعني حاجات. اعمل لك جمعيه. اعمل لك جمعيه. حاضر نعمل جمعيه ونجيب ديك رومي. عينينا عينينا عينينا. حاضر. تالي جمعيه ديك الرومي اللي فات خلصت تهيألي كده. الجمعيه الجايه ان شاء الله اجيب لك ديك رومي. عينينا. ديك الرومي من الحاجات السهله جدا على فكره قوي، مع ان كتير جدا بيسالوا عليه ويقولوا الديك الرومي مش بنعرف نعمله. طبعا اسهل حاجه في الكون ان احنا بنسلق ده الاولاني، وبعدين ندهنه بقى صلصه كده بحبه زيت بشويه ملح وفلفل وندخله الفرن. برده تحفه تحفه تحفه. وانت تسلقيه حطي بصلايه، حطي ورق لورا، حطي حبهان، حطي جزر مبشور، حطي طماطم مبشوره، وتغلي الميه قوي ونزلي فيها ايه الديك. بعد كده بتشيليه وتروحي دهناه بمعلقتين من الصلصه، معلقتين من الزيت، شويه ملح وفلفل، وتدهني بيه الديك وتدخليه الفرن. دي جميله وبسيطه وواثقه جدا، ما تاخدش وقت كبير زي الفرن. طب لا ده انا عايزه احطه الاول كده اشويه في الفرن. بس انا عايزه اقول لعلمكم يعني الطريقه دي طعمها احلى كتير من اللي في الفرن. ليه بقى؟ اللي في الفرن اتقل. يعني انا بدخله الفرن ده بيبقى كل حاجه جواه، جوه الديك الرومي بعصارته وكل حاجه. حلو وكل حاجه، ولكنه تقيل، تحس ان هو طعمه تقيل كده. انما لما بيتسلق وبعدين ناخده في على صينيه وندهنه زي ما تطبخ بالصلصه والزيت كده والملح والفلفل، طعمه بيبقى خفيف قوي، بيبقى حلو صراحه. يعني انا بحبه اكتر جدا جدا من الشوي. عايزه تشويه في الفرن من الاول، او هو مثلا حجمه كبير ما عندكيش حل قد هتدخليه الفرن، طبعا بيبقى حسب الوزن بتاعه. لو انا عندي ديك رومي مثلا 6 كيلو هيقعد معايا في الفرن حوالي 3 ساعات بالظبط، يقعد معايا حوالي 3 ساعات. فده ولا اي حاجه. اتبله بس قبليها بيوم لو هو حجمه كبير. بصي بقى لو هو حجمه كبير قوي لازم بقعده ليله في ملح، ميه وملح. بقعده ليله في ميه وملح.
الليله اللي بعديها ببدا ان انا اعمل له زبادي وخلطه الفراخ المشويه العاديه جدا، زبادي وبصل وملح وفلفل وكل البهارات اللي عندنا، واتبله واسيبه الليله اللي بعديها. بعد كده باخده احطه في الفرن وتحتيه شرايح بصل، شرايح جزر، شرايح طماطم، واروح سند عليها الديك الرومي وابدا اغطيه بالفويل جامد جدا جدا اكبسه، اعمله زي حلب بريستو كده، ومعاه كوبايتين من الميه تحتيه بس، وادخله فرن حامي جدا لمده ساعه وبقيه الساعات على نار هاديه بس. يا تقى يا ياسر يا اي حد. الو الو ازيك يا ياسر؟ الحمد لله. عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله والله الحمد. احنا بنحب حضرتك جدا. ربنا يكرمك ربنا على يكرمك. على فكره اقسم بالله يعني المدام عندي متابعه حضرتك، يعني مش عايز اقول لحضرتك. وايه اخبار الاكل معاها؟ لا تمام والله العظيم. طيب. هي بصي قاعده ليل ونهار قدام حضرتك والله. لو في حاجه اقول، لو في حاجه بوظتها قول لنا احنا هنظبطها. لا يا فندم والله العظيم، بس بصراحه يعني احنا عايزين نقول لحضرتك. اتفضل. ان حضرتك يعني بصراحه احسن شيف فعلا اقسم بالله يعني. ربنا يخليك يا رب. اقسم بالله والله. تسلم، ده من ذوقك والله، ربنا يخليك. متشكره جدا لذوقك وصحياتي للمدام، واي حاجه تلخبط فيها كلمني على طول ظبطها لكم ان شاء الله. تمام. ادي كده بصوا، ادي البطاطس بتتحمر، وهنا بقى بصوا التكه اللي بقولك عليها، ان انا بخلي الصوص بتاع البطاطس دي ليه طعم تاني. ماشي، شويه كده بقدونس او كزبره خضراء، يا ده يا ده، شويه توابل، شويه قرفه اهو، شويه جنزبيل والملح والفلفل، وبعدين عصير الطماطم. ماشي. بصي بقى، عندك خيارين، عندك ايه؟ خيارين، يا اما هنحشي البطاطس دي ونحطها في الحله عادي، يا اما هنحشيها ونرصها في صينيه وندخلها الفرن. ايه رايكم؟ بما ان احنا في رمضان انا بقول ندخلها الفرن، نعملها شياكه كده. طيب هسيبها تغلي دلوقتي ونعمل بقى ايه؟ الرز. ايه الرز ابو قشطه ده بقى؟ بصي، ولا حاجه، رز، لبن مش كتير حتى خالص، وميه، وسمنه، والقشطه. ده بقى عارفين اللي بيحب الرز المعمر، بس الرز المعمر بيبقى اصلا عايز فرن، بياخد معايا وقت كده كبير، ده شبهه تماما، بس بقى بتلاقي الحمار بتاعته في الايه، في من تحت مش من فوق، يعني احنا لما بنلاقي رز معمر بيبقى محمر من فوق كده ولطيف جدا، هنا بقى تلاقي الحمار في قعريه الحله. بس لا، تحفه قوي قوي، يعني القشطه فيه، عندك قشطه بقى شارياها، قشطه وش اللبن اللي انت عايزاه، موجود عندك كده قشطه كيلو لبن ولا حاجه هتستعمليها. ازاي بقى؟ انا عندي مثلا هعمل 3 كوبايات من الرز، 3 كوبايات من الرز، هحط لهم كوبايتين ونص ميه وكوبايه لبن، كوبايتين ونص ميه، هنا بقى الميه اكتر، هنا الميه أكتر. انا في الفرن بحط اللبن اكتر عشان ده رز معمر، انما ده لا، ده رز انا عايزاه بس طعمه هو ابيض عادي بس طعمه مميز جدا. بعمل ايه بقى؟ بسخن حله كده وهاخد سمنه سخن بس الحله يا شيماء. لا. زيك، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد طيبه. انت طيبه يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا كلمت حضرتك امبارح وكنت طالبه رقم تليفونك، بس ممكن اطلب من حضرتك حاجه دلوقتي؟ قولي لي يا حبيبتي، اتفضلي. انا دلوقتي انا جوزي عامل 3 عماد غضروف وبقاله اكتر من فتره قاعد من الشغل، انا محتاجه شغل، انا مش طالبه اي حاجه غير كده. والله سيبي رقمك وربنا يسهلها، لو في اي حاجه هنكلمك ان شاء الله. شكرا ليكي. تمام، ادي كده بيتحمر، لسه بخليلها تعمل غلاف اهو، سايباها تتحمر براحتها. وهنا الصلصه خلاص خلصت، هجيب بس معلقه للرز. بسم الله بسم الله. سخن اول حله، تحط معلقه سمنه كبيره، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة، هقلب بس، احط هنا الرز ماشي واقلبه وهستناكوا وهوريهولك شكله ايه بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى، انا دلوقتي حطيت معاكم الرز والسمنة على النار بالشكل ده اهو، واقلب شوية، يعني اديها سنة
تحميصه بسيطه جدا، اقلب شويه صغيرين مش كتير خالص. تمام، وانا لسه بحمر في البطاطس سايباها هي تاخد راحتها واحنا شغالين جنبها، وزي ما اتفقنا هن ايه، يا حله يا صينيه. بس انا كده خلصت الصلصه بحطفي عليها. بسم الله بسم الله. تمام، وادي الرز لسه، ثواني ثواني، ما هو الرز بالقشطه، اه 3 كوبايات رز هنحط عليهم كوبايتين ونص من الميه، واحط عليهم كوبايه من اللبن. 3 كوبايات رز، كوبايتين ونص ميه، كوبايه لبن. عايزه تقلي اللبن مش مهم، عايز تحط 3 كوبايات من الميه عادي ونص كوبايه لبن، نعمله كده نوفر يعني. انا عايزه فعلا اعمل لكم حاجه اغلى شويه من قد الايد، ايه رايكم؟ مين هيعمل معايا جمعيه ديك الرومي يا اولاد؟ خش الجمعيه. ايه؟ تخش الجمعيه؟ هاخد الديك الاول. دي جمعيه الديك، ماشي. دي جمعيه الديك، عشان انا خلاص جمعيه الديك ده للديك الرومي، هتخش معانا؟ كلكم تاخدوا الاول. اللي هيخش نجيب ديك رومي. فهنعمل جمعيه للديك الرومي يا اولاد، مش هنحس بثمنه، هنعملها على 10 شهور. الديك الرومي بكام دلوقتي؟ نقول ب 200 جنيه 300 جنيه ب 300، حلو 300 ب 50 جنيه في الشهر. يلا طلعت 50 جنيه يلا. والله مش هتحس بيها، انت اللي هتلمها وانا اوكي، وانا هديها لك عشان، وانا ممكن اخد ديك في الاخر عشان اعمل بيه ايه، نعمل بيه مناسبه هنا برضو بعد 10 شهور راس السنه، واخد نفر تاني امتى؟ ممكن اخد نفر في رمضان، معلش بقى معلش، يبقى انا اخد الاول واخد الاخير، ماشي. وانا الاول، لا انا هاخد الاولاني والاخير، انت لا انا هاخد الاول عشان تيجي الحق اعمله في رمضان، ماشي. وانا موافقه، وانا موافقه على الكلام ده، اتفقنا. طب ايه الحمام اخباره ايه؟ الحمام ده نعمل له جمعيه صغنونه يا ولاد، ماشي. لا لا مش هيكون في ثمن الحمام، الحمام ده هنعمل له حاجه صغننه كده، ولو مربيين يبقى كتر خيركم تسلفونا جوز ولا حاجه. يا مين حد معانا اسمه ام عبده ولا انا ام عبده؟ ما انا هجيب ديك بقى. ماشي، يا ام عبده اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا شيف نجلي، الله يسلمك، كل سنه وانت طيبه. ام عبود مش ام عبده. هتخشي معانا الجمعيه يا ام عبده؟ خشي معانا الجمعيه؟ يا ريت والله. ماشي، 50 جنيه في الشهر بس. ام عبود مش ام عبده. انت ام عبود؟ ان شاء الله ام عبود. اه ام عبوده ولا عبود؟ اه عبود. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ايه اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، وانت كويسه؟ الحمد لله الحمد لله، الحمد لله. انا بحبك قوي والله، شفنا جلايه بحب اكلاتك وعلى طول متابعاك والله من زمان مش من دلوقتي يعني. ربنا يخليكي يا رب، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ربنا يصحى يا رب ويخليكي ان شاء الله. الله يكرمك، منوره القناه كده ان شاء الله. الله يكرمك، منورانا منورانا، كل سنه وانت طيبه. بص بقى انا حطيت الميه بتاعتي عادي، ازود بس ايه نص كوبايه ايه لبن، واحط ايه حته قشطه. طبعا دي انت عندك في وش اللبن بيبقى عندك في الفريزر كتير، طلعي منه حته معلقه 2 3 زي ما انت عايزه. بصي بقى هقلب كده، حطيت الملح بتاعه خلاص، واسيبه ايه يغلي، وبعد ما يغلي بهدي عليه مش بقلبه، يبدا بقى يعمل لك وش من الناحيه التانيه، ممكن نقلبه كده حته واحده بيبقى فظيع ان شاء الله على خير يعني. وادي البطاطس لسه شغاله. في مالك يا ماما مالك يا حبيبتي؟ عايزه احكي لكم حكايه، واحنا هنعمل دلوقتي جلاش مقلي، حكايه سيدنا ادم. قلت اجيب لكم حبه حاجات كده ايه يعني، عشان لقيت ما شاء الله الناس مش عندها، مش الناس الكبار الصغيرين مفيش اي معلومات خالص والله. يا حبيبه. نعم. زيك؟ الحمد لله. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد تمام. لله، قولي لي ليك اي سؤال؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. قولي لي يا لولو، عايزه اي حاجه؟ شكرا، بطمن عليكي بس. تسلمي يا رب، صباح الفل عليكي. ونقول قصه سيدنا ادم. سيدنا ادم هو ابو البشريه، اول حد ربنا خلقه هو سيدنا ادم،
وسكنوا فين؟ سكنوا في الجنة. وبعد كده خلق له ستنا حواء. طبعا انا بختصر ليكوا جامد قوي يعني عشان بس تبقى القصة ايه تلحق الحلقة. خلق له ستنا حواء وقال له وقال لهم انتوا هتعيشوا في الجنة هنا وهتجيبوا ذرية وتعيشوا وتتهنوا بقى كل حاجة فيها، بس ايه في شرط واحد، هتاكلوا من كل حاجة وتعيشوا هنا وتنبسطوا وكل حاجة، بس في حاجة واحدة، في شجرة واحدة ما تجوش ناحيتها خالص. هو ربنا عايز يعلمهم الطاعة، انتوا عندك كل حاجة موجودة اهي، بس لا في حتة صغننة عايز اقولها لكم الاول، ان هو ربنا لما خلق ادم عليه السلام قال ايه؟ قال للملائكة اسجدوا لادم، ده عشان يبقى ايه بيعمل له هيبة انه ليه قيمة وكرامة، قال للملائكة اسجدوا لادم، فكل الملائكة سجدوا الا مين؟ الا ابليس اللي هو الشيطان. قال له لأ، ازاي انت خالق ادم من طين وانا خالقني من نار وانا ايه اسجد ليه؟ لا ما رضاش ابدا ورفض ان هو ايه يسجد لادم. فربنا غضب طبعا على ابليس وراح ايه قال لادم اسكن في الجنه، وخلق له حواء تسكن معاه فين؟ في الجنه، وقال لهم عيشوا زي ما انتوا عايزين وكلوا من كل حاجه الا الشجره دي ما تجوش ناحيتها خالص. طبعا ابليس بقى نفسه ان هو يخرجهم من الجنه، انا احشي بس البطاطس اهي، نفسه ايه ان هو يخرجهم من الجنه، فقعد يوسوس لهم الشجره دي جميله، الشجره دي هتخليكم كويسين جدا، الشجره دي هتخليكم ابدا ما تموتوش ابدا وتنوا صحيين على طول على طول تفضلوا حيين، هي دي اللي فيها الخلد. طبعا راح ايه وسوس لهم الشيطان وضحك عليهم، راحوا واكلين من الشجره اللي ربنا نبه عليهم ان هم ايه ما ياكلوش منها. راح من ربنا منزلهم الارض وقال لهم عيشوا بقى في الارض انتوا كل ذريتكم، واللي هيبقى كويس هو اللي هيجي الجنه، والوحش او اللي هيبقى مؤذي هو اللي هيخش ايه النار. المهم راحوا نزلوا، بس كل واحد نزل في بلد. ادم نزل في ايه؟ في الهند، في بلاد الهند، وحواء نزلت في الحجاز عند جبل الحجاز، وتاهوا من بعض وكانوا عايشين بقى عيشه ايه؟ مش عارفين يتصرفوا، مش عارفين يعملوا حاجه. ايوه تمام، لا 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 مذاكره مذاكره. بلاد الهند دلوقتي يعني، مش ما كانش زي الهند يعني دلوقتي. ده ما كانش فيه اسامي دي، احنا بنقول على دلوقتي ان هو الاسم دلوقتي كده، انما هو مجازة ان هو كان في بلاد الهند، بس زي ما كانش ليها اسم ده. تمام، طبعا ما كانش فيه بلاد معروفه خالص بقى، احنا بنوصف لكم عشان تبقوا فاهمين البعد قد ايه. المهم ان هو ايه؟ عايز قعد بقى يدور على حواء بعد ما نزل الارض ومش لاقيها. قعد يدور على حواء هنا وهنا وهنا مش عارف، مرت بالايام كحبات كتيره لغايه ما مشي ناحيه الحجاز، لقى مين؟ لقى ستنا حواء على جبل في الحجاز اللي هو جبل ايه؟ مين يعرف؟ قابلها على جبل ايه؟ حواء قابل، ابصوا شفت المعلومات والله ما فيش معلومات لا حول ولا قوه الا بالله. برافو، جبل عرفات. عشان كده هو اتسمى بالاسم ده، جبل عرفات اتسمى بالاسم جبل عرفات، لان سيدنا ادم لقى ستنا حواء على عرفه. بس انت هتغش بقى، انت غششها دي معلش يعني. مني دلوقتي نهزر بقى، ما ناخدش مجهود بعض ماشي. المهم يا ولاد، وبعدين ايه اللي حصل بعد بقى؟ طب انت عارف ان انا عارفه المعلومه دي متاخر جدا، ان هو جبل عرفه اتسمى كده، حتى قعدت اتاكد من المعلومه. انا بس هنايم دول كده عشان ما ايه ما ياخدوا يشربوا صلصه ماشي، يشربوا صلصه. وبعدين يا ام محمد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله، زيك انت؟ وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الحمد لله، انت عامله ايه؟ اخبارك حلوين والله الحمد لله يا رب دايما. طيبين كلكم وانت طيبه يا رب، انت طيبه. كنت عايزه من حضرتك بس، انت كنت عامله فاش ايوه بلبن رايب، فكنت عايزه المقادير بتاعته بس معلش. حاضر حاضر، الفاش لو سمحت يا اولاد كده.
هروح ايه حطاها في الفرن كده. احنا عملنا شفت بقى خلصنا، والرز على النار اهو بيتعمل، ودي هتتحمر، والفطار خلص. الفطار خلص. طب نعمل جنبيه ايه؟ نعمل جنبيه حاجه كده ايه، سناكس حلوه كده. هنعمل جلاش، قال يعني عامل نفسه سبرينج رول دوت، بس مش هنقول عليه، هو ده جلاش. جلاش هنعمله بالايه؟ بالبصل المكرمل. باخد البصل ونقول يا ياسمين. ياسمينة ازيك؟ الو. ايوه ازيك يا ياسمين؟ ايه عامله؟ مين؟ الحاجه هي ياسمين من اسوان. انت ياسمين ولا مين؟ انا ازيك نجلاء. الحمد لله الحمد لله. انت عامله ايه من اسوان؟ كويسه الحمد لله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. قولي لي كنت عايزه طريقه بلح الشام. حاضر عينينا. بلح الشام كمان يا ولاد، وان شاء الله هعمله لك قريب بطريقه حلوه جدا. اخد بقى كده ايه حته سمنه صغيره او زيت، ماشي يا سمنه يا زيت، ممكن معلقه زيت بدل السمنه. وبعدين احمر فيها ايه، لا بس اغير الجواد عشان مطرحه اللحمه. المهم ده الجلاش المقلي اللي هنقليه مع بعض دلوقتي، اللي هو بص بقى بصل مكرمل، بصل هكرمله دلوقتي، وش معاه شويه ايه جزر مبشور وسمسم وصويا صوص، هناخد معلقه. تمام، ما عندكيش صويا صوص مش مهم، كرملي البصل بمعلقه سكر، كرملي البصل بمعلقه سكر وخلاص. فهاخد كده البصل. وبعدين بقى بعد ما سيدنا ادم هو وستنا حواء كلوا من الشجره ونزلوا الارض، وكل واحد نزل بعيد جدا عن التاني، وقابلوا بعض على جبل عرفه، على جبل عرفه اللي هو اتسمى بجبل عرفه عشان هم سيدنا ادم قابل ستنا حواء عليه. راح ايه بقى خدها ورجع فين تاني؟ رجع المكان اللي كان عايش فيه اللي هو دلوقتي اللي هو مكان بلاد الهند. كان بقى ايه؟ كان بينزل سيدنا جبريل يعلمه، كان بينزل يعلمه الزراعه وازاي يزرع وازاي يحصد وازاي يطحن علشان يعمل العيش والاكل بتاعه، يعرف يعيش في الارض. الارض ما كانش عليها اي حاجه خالص، هم اول سكان في الارض وما كانش فيه اي حاجه، ما يعرفوش يعملوا اي حاجه، وفيها وحوش بقى وفي كل حاجه، بس ما كانش بني ادمين. فجبريل كان بينزل يعلمه الايه؟ الزراعه، وانه يحصد وانه يطحن وانه يعمل الحاجات دي كلها عشان يقدر انه يعيش. مرت الايام، بس معانا مريم الاول. يا مريم. الو. مي. يا مي. ايوه مي. ازيك؟ مساء الفل. ازيك عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب، وانت طيبه يا حبيبتي. تسلمي. تسلمي. الله يسلمك يا حبيبتي يا رب. تسلمي. انت اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. قولي دلوقتي انا بس عندي سؤال. انا عندي المعجنات عندي فيها مشكله كبيره قوي. ايه ده؟ ما بعرفش اظبطها خالص، مش عارفه مشكله في الخميره ولا ايه. كل اللي يعني كحك حلو وحادق كل المعجنات ما بتنفش معايا خالص. لا يبقى خميره بتغلطي في حاجه معينه. لا يا اما الخميره مش مظبوطه، يا اما مش بتصبري عليها، يا اما لا ما انت بصي، يا اما انت ممكن بتكوني مستعجله، يا اما انت بتحطي لها ميه سخنه بتموتي الخميره، يا اما هي صلاحيه منتهيه. فده لازم تعملي كوبايه لوحدها كده نشوف الخميره سليمه ولا مش سليمه. فتجيبي كوبايه وحطي فيها معلقه خميره وحبه سكر عليها وعليها شويه ميه، يعني دافيين سنه، دافيين حاجه بسيطه جدا. تمام، وتسيبيها غطيها وسيبيها. لو فارت قوي مرت الكوبايه تبقى سليمه، لو هي لقيتيها بتبقبق بس لا تبقى بايظه. تمام، دي حاجه مهمه قوي. وبعدين يا اسماء. الو. الو ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي ايه اخبارك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، شكرا ليكي، شكرا. كل سنه وانت طيبه. طيب انا بص، البصل طبعا هستناه لما يكرمل، هياخد معايا وقت كبير عشان يوصل للمنظر ده. تمام، فانا كده هحط له الجزر المبشور اهو، وهحط له معلقه صويا صوص كبيره، وهحط له السمسم حبه كده حلوين، وكمان انا هدلعه بشويه جبنه. بعتبر الجبنه دلع والله. ماشي اهي كده. وابدا بقى اخد
الجلاش بالشكل ده. عايزه بس امسح الترابيزه دي، عايزه اوريكم بس هلفها ازاي كده. ناخدها نعملها مربعه، قال يعني بقى ايه شايلينها جاهزه كده. هعمل واحده بس، ثانيه واحده عشان بس اخش على اللي بعديها. بصوا بقى كده، هناخد مربع كده وهناخد اتنين بالشكل ده اهو، وهنحط معلقه من الحشوه دي في الزاويه كده تمام. وبعدين نروح ايه عامله كده وايه مطبقه كده ومكمله اللفه. وهنا بس بالعجينه بتاعتنا اللي هي شويه الميه بشويه الدقيق، واروح ايه محمراها في الزيت. هلف شويه واستناك بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ودلوقتي معانا فقره اعملها ما تشتريهاش. معانا قطايف بتشوفوها في المحلات كتير اسمها بعلبكيه، قطايف بعلبكيه. طبعا هو موسم القطايف دلوقتي ولايق جدا مع رمضان، ليه مقادير عجينه مختلفه والطعم كمان مختلف جدا، بيدوب في البق زي ما بيقولوا. القطايف بعلبكيه دي عباره عن ايه بقى؟ بصوا احنا عندنا هنا دقيق ابيض، دول حوالي كوبايه ونص دقيق ابيض على كوبايه من الدقيق السميد، معلقه خميره، ربع كوبايه من الزيت او معلقتين ثلاثه من الزيت كده كبار، ومعلقه سكر كبيره، وفانيليا، ورشه ملح، وهنعجنها بالميه. عجينه عجينه بسيطه جدا. الحشوه بقى اللي عندك، عايزه سوداني، عايزه مكسرات، جوز هندي، وزبيب، بس زي ما انت عايزه تمام. يعني هو كوبايه سميد وكوبايه دقيق ابيض، بس دي الابيض اكتر شويه من، يعني خليك كريمه في الدقيق الابيض تمام. بنعمل ازاي بقى؟ اقول لك دلوقتي حالا. بسم الله بسم الله. استنى بس هعمل ايه كده، لمها عشان ابقى اعملها بعدين. يا حنان اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت عامله ايه، اخبارك؟ طيبه اسرتك بالنعم. ربنا يخليك يا رب، وانت طيبه وبخير يا حبيبتي، تسلمي. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. سنه وانتم طيبين كلكم. انت بالصحه والسلامه. الله يبارك. الله يخليك. قولي لك اي سؤال، لك اي سؤال يا بص قولي لي. بسم الله كده خلاص، حلو قوي. بصوا بقى كده الاكل خلص، علشان اهو ننضف بس الطبق مكانه وخلاص. نرجع لوصفتنا اعملها ما تشتريهاش. كوبايه من الدقيق بس كريمه شويه من الدقيق الابيض تمام. عجبك الطبق، ريحته تجنن صراحه. كوبايه من الدقيق الابيض بس، كوبايه وشويه كده من الدقيق الابيض، وكوبايه من الدقيق السميد، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه يعني صغيره مليانه من الخميره، وفانيليا قولي باكو او اتنين، ورشه ملح، ومعلقتين من الزيت، وهنعجن بالميه. وطبعا يا ام مصطفى اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب يا حبيبتي. رمضان سعيد كده عليكي وعلى الاسره. علينا وعليكم يا رب. علينا وعليكم. شكرا يا حبيبتي على كل اللي بتقدموه. كل سنه وانتم طيبين وفي سعاده وهنا كده، انتوا وكل القناه. احنا وانتوا يا رب، احنا وانتوا. تسلمي يا رب، تسلمي، ربنا يخليكي. طبعا والله بقى اهم حاجه يعني عندنا اسعادكم، ده اهم شيء. ربنا يسعدكم ويسعدنا جميعا ويحفظكم يا رب، وكده يبقى رمضان وعيد ان شاء الله خير علينا وعليكم ان شاء الله. بصوا بقى دي العجينه اهي، بصوا المعلقه خلصت اهي بالمعلقه. وحاجه غاليه بتتباع قوي، غاليه جدا، وهي بصوا ولا حاجه.
كلفتنا ايه؟ كوبايه وشويه من الدقيق الابيض، كوبايه دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه، معلقه سكر، معلقه كبيره، معلقه خميره صغيره يعني مليانه شويه، فانيليا ورشه ملح، وعجنتها بالميه. تكلفه ومعلقتين زيت، مش غير كده. بسيبها تخمر، بسيبها ايه؟ تخمر اهي بالمعلقه، ولا محتاجه عجن ولا اي حاجه. بسيبها تخمر وبعدين نحطها بس الطبق كده ولا باي حاجه عشان ما تنشفش، واجيب الخمرانه. فين الخمرانه يا اولاد؟ يا ملك. الو الو، ازيك يا ملك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. قولي لي عملتي ايه في رمضان؟ اهو قاعده. إيه عملت الفطار؟ خلاص خلصت الفطار؟ اه. ولا لسه؟ لا خلصنا، قاعدين بنعمل فيه. قاعدين بتعمل. طيب ماشي، زي الفل زي الفل. الف هنا وشفا يا حبيبتي. قولي ليك اي سؤال يا لولو. اه عايزه طريقه عمل السمبوسك. السمبوسك، حاضر عينيا. عايزه النشابه يا ولاد. النشابه بس طبعا انا بقى دي هبدا ان انا احشيها، وبعدين اعمل لها، هي بتبقى حاجتين كمان، الشربات عندي بستخدم شربات اللي هو بارد، شربات بارد اللي هو كوبايتين من السكر وعصرة ليمونة وحوالي كوباية ونص من المية، كوبايتين من السكر وعصرة ليمونة وحوالي كوباية ونص من المية، بيغلي لمدة ربع ساعة، بسيبها تبرد. طبعا احنا في رمضان معانا العسل بتاعنا، مش كل يوم هنعمل عسل، كل يوم بنعمل حاجة حلوة، بس اعملي قليل قوي. يعني اللي أنا عاملاها لك دي هتطلع لك حوالي 12 واحدة من القطايف، كفاية جدا، ما تكتريش عن كده، حلوة قوي قوي، تمام؟ بس بكره كل يوم بنعمل حاجه، بنعمل حاجه لطيفه كده، وتقدروا انتوا ايه تستعملوها. طيب نفردها ماشي، ونقطعها بالقطاعه، نجيب قطاعه كمان اهي، بسم الله. وعندي زيت على النار علشان ايه؟ اقلي بيه، واللي بنعمله في الناس هيطلع علينا. ده قانون، ده قانون جديد بتاعي. ده قانون جديد بتاعي خلاص. عشان ما كانش معايا امبارح، ده انا بقوله عشان انا كنت الاول اول برنامج، فكنت ايه باخد كل حاجه في كل الديكورات، ولما انا بقيت اخر برنامج بقوا ياخدوا كلهم كل حاجه من عندي، فطبعا ما فيش حاجه خالص. اهو بصوا كده اهي، واروح حاطه ايه الحشوه، القطايف البعلبكيه دي حلوه حلاوه بتدوب زي ما بيقولوا كده اهي، تمام. الكوبايتين دول يعملوا لك حوالي 12 واحده، وخليك هي اتقل من القطايف العاديه يعني، بس بتدوب في البق كده. حطها حمرها في الزيت، واحط لها الشربات، وما تكتريش الشربات قوي، ويبقى عملتي صنف جديد. يا محمد اهلا وسهلا. يا محمد، ازيك يا محمد؟ كده كلمنا تاني، كلمنا تاني، تمام كده. احمرها على ناحيتين حلو قوي، واروح ايه حطاها، اطلعها على مناديل ورق، وبعدين احطها في طبق التقديم، واحط عليها شويه شربات صغيرين. ده كده وصفة سهلة لذيذة، بجيبها من بره، غالية جدا، وهي ما كلفتنيش، مش عايزة اقولك اقل من ربع الثمن خالص، يعني اللي انت شارياه من بره. يا دعاء اهلا وسهلا. الو اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير يا رب يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، والله الحمد لله. انت عاملة ايه؟ الدنيا كلها حبيبتي، ربنا يكرمك، ده من ذوقك والله، ربنا يخليكي. عاوزه بس اسالك سؤال. اماري، الكنافه ليه على طول كل ما اعملها تطلع مني ناشفه؟ تطلع منك ناشفه؟ اه. بتعمليها في الفرن؟ اه. طيب انت اهم حاجه لما تيجي تعمليها بتحطي سمنتها كويسه مظبوطه. بحط سمنه كتير قوي. اه اللي هي كوبايه، مش كتير قوي، كوبايه على نص كيلو. اه ما انا بعمل كده. تمام، حلو قوي. بتدخليها الفرن سخن قوي. اه. بس تخلي اكل كوش فيها فوق، تكون تحت شويه. اه. والعسل يكون بارد. اول عسل بارد وتقيل، مش خفيف، ما يكونش ميه. مثلا حاجه سخنه وحاجه بارده.
والعسل يكون تقيل مش ميه. تمام. وبعدين تطلعيها من الفرن تروحي ساقياها على طول العسل وقفت مغطيه عليها، تسيبيها متغطيه، لازم الغطا، الغطا ده اساسي، يعني تطشيها كده بالعسل البارد وتغطي، تسيبيها قد 10 دقائق بالشكل ده، وبعدين تروحي وهي متغطيه تقلبيها. يعني انت تكوني مجهزه صينيه هتقلبي فيها، صينيه تغطي بيها كده وتروحي ايه، ان شاء الله هعملها لكم برده، انا لسه عاملاها امبارح بس هعملها لكم برده تاني يعني بشكل تاني ان شاء الله، وتروحي قلباها. ولو هي عايزه من الناحيه التانيه كمان شويه شربات حط لها، بس مهم قوي الغطا، مهم جدا. يا حنان اهلا وسهلا. السلام عليكم يا مدام دجلاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. عايزه دجلاء الخطوط عماله انا بكلم حضرتك. ما انت منورانا، اهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. وانا حبيت مدام دجلاء، انا عندي وراك وعاوزه اشويها، انا مش عارفه اعمل فيها ايه. عندك ايه؟ عندي وراك وعاوزه اشويها. وراك تشويها؟ وانا عاوزه احط بتاعت الشرطه يا حبيبتي. حاضر عينينا. بصي انت هتاخدي بصل وملح وفلفل وعصير ليمون وكمون، بصل وملح وفلفل وعصير ليمون وكمون، وتروحي متبلاها بيها وسيبيها في التلاجة يوم، سيبيها في التلاجة ايه ليلة يعني لغاية تاني يوم، وبعد كده بتروحي عاملاها هتروحي بعد كده، كنا في الوقت سوي ثانية واحدة معاكي، تاني يوم بقى حطيها في صينية داخلها الفرن. بس هي لازم تتبل مدة طويلة، لازم تتبل ايه مدة طويلة علشان تطرى، ما يبقاش صدرها ناشف. واروح حاطة بقى كده ايه شوية الشربات، ما تكتريش الشربات كده، بس ما تسقطهاش في الشربات كلها، جميلة وخفيفة وبتدوب في البق زي ما بيقولوا. لا مختلفة، ماشي مختلفة مختلفة يعني. هاخد كمان بقى احمر الايه الجلاش بتاعنا، ممكن مكانه عادي هنا مش اي مشكلة. لا مش صباعي اللي هيتقلي، واحد داخل بحماس كده. ما لزقتكش؟ شكرا، ما لزقتنيش. لم نفسك انت بقى لوحدك بقى. وبعدين دي فيها رز. لا صراحة هقلبها لكم، هويها شويه عشان اقلبها. وبعدين بقى ايه، نرجع تاني لسيدنا ادم ومراته حواء اللي نزلوا من الجنه على الارض، وبعدين اتقابلوا على جبل عرفه، وبعدين خدها لبلاد الهند اللي ايه سيدنا جبريل كان بيعلم سيدنا ادم الايه الزراعه، وازاي يحصد وازاي يطحن وازاي عشان يقدر يعيش. المهم مر فتره من الزمن، وايه ستنا حواء بقت حامل وولدت توأم، وولدت ايه توأم هابيل واخته كان اسمها صعب شويه كده مش فاكره دلوقتي قوي، وبعد شويه تاني حملت تاني وولدت قابيل وايه واخته برضه. طبعا ما كانش فيه ناس على الارض زمان، فكانوا ايه الاخوات اتجوزوا بعض بس مش التوأم، يعني الاخ ده مع الاخت اللي بتاعت التوأم التاني والعكس صحيح. وكان بقى الاول بس قبل كده هم عاشوا مع بعضيهم، وبقى ان الصبيان اللي هو قابيل وهابيل بيشتغلوا مع ادم في الزراعه وفي الرعي، واحد فيهم ماسك الزراعه والتاني ماسك الرعي اللي هو الاغنام والايه والابل وكل الكلام ده. فكان والبنات كانت بتشتغل مع ستنا حواء في البيت، يعني زي ما احنا ماشيين بالظبط دلوقتي، مش قوي طبعا دلوقتي، ولكن ايه اللي كان مشهور اللي احنا مشهورين بيه. مر فتره من الزمن وهم على هذا النظام، ولما جه بقى ان هم علشان يتجوزوا فكان القانون ان هو ايه كل واحد يتجوز اخت التاني، ولكن كانت اخت واحده منهم احلى كتير من الاولانيه، فبداوا ان هم يتخانقوا مين يتجوز دي ومين يتجوز دي. طبعا القانون ان كل واحد يتجوز الاخت التاني، ولكن اللي هو هيتجوز اللي مش حلوه قوي رفض، قال لهم لا انا هتجوز التانيه، فاختلفوا على ايه على جواز البنت دي، مين فيهم هيتجوز دي ومين هيتجوز دي. المهم اتخانقوا، وواحد وراح ايه قابيل قاتل مين، قاتل هابيل، قتله، كان اول قتل على الارض.
طبعا بعد ما اتخانقوا وقتلوا بقى في لحظه الغضب، ندم ندم شديد جدا وقعد يعيط جامد قوي ومش عارف يعمل ايه وندمان على اللي حصل ومش عارف يعمل ايه في اخوه اللي مات ده. المهم هو قاعد يعيط مش عارف يتصرف يعمل ايه وعايز يخبيه من ايه من والده يعني عشان ما يشوفوش ان هو قتله. المهم قاعد بقى مش عارف يعمل ايه، راح ايه ربنا بعت له غراب. غراب اخوه ميت، غراب تاني لقى الغراب بيحفر وبيدفن ايه الغراب التاني. قال ياه انا حتى بدي كده مش عارف حاجه وما بفهمش كده قوي، حتى الغراب عارف بيعمل ايه وانا مش عارف. فراح عامل زي غراب ما عمل بالظبط وراح ايه حافر في الارض ودفن اخوه. ودي كانت اول جريمه على الارض. يا هلا، اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا شيف نجلاء، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه يا رب خليك. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. يا رب خليك يا شيف نجلاء. بعد اذنك عايزه رقم تليفون حضرتك. حاضر، سيبي رقم تليفونك. تخشي معانا الجمعيه ولا ايه؟ تمام. ادي كده بص الجلاش المقلي بقى الحلو ده اللي هو ايه جنب الاكله كده، عندنا بطاطس، عندنا الرز اللي بالقشطه ريحته تحفه، قشطه بخليها حاجه كده جنان، و وايه وللجلاش اللي هو محشي بالبصل المكرمل بصل مكرمل وسمسم وجزر مبشور. تمام. هنقدم ايه جنبي تاني بقى؟ الشوربه والسلطه، الحاجه اليوميه بتاعتنا الشوربه. بس طبعا خلي لسان العصفور اللي هتعمليه فيها يكون قليل قوي، سندس ما تكترش لسان العصفور لو سمحتي. بلا عم لسان العصفور كان مليان شويه، ما كانش فيه ميه شوربه كتير، لسان العصفور كان عشان كتير قوي فشرب الشوربه. قلليها معلقتين بس تتصرفي. ماشي، هتعوزي حاجه كلميني. المهم وبعدين بقى راح ايه، شوف التواصل بتاعنا اي تليفون عندي، انا مش عندي اي تليفون. راحت ايه بقى يا ولاد؟ احنا كنا فين؟ بصوا بقى هنا عايزه اقلب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب الصينيه دي، عايزه اقلبها حله مش طينيه. انت عارف الفرن؟ لا بس بذمتكم يعني بذمتكم. طبعا احنا وحظنا لما في قلبها دي، احنا وحظنا لان الحله مش مليانه قوي. يا زينة، الو، ازيك؟ مساء الخير. مساء الفل. كويسة انت طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي ربنا يخليكي. رمضان كريم. الله اكرم الله اكرم. انت عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قوليلي. انا بحبك قوي. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ايه صمتي النهاردة ولا لا؟ صايمة. برافو عليكي برافو عليكي يا لولو. صمت النهاردة وامبارح. برافو شطورة. سهل الصيام بقى وحلو. ايه؟ سهل الصيام؟ طيب الحمد لله. عشان بتسحر كويس. شطورة. ايوه سحري فول وزبادي. ماشي؟ شيف ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. ممكن تقولي لي طريقة الرز اللي انت عملتيه دلوقتي؟ رز بالقشطة؟ ده سهل جدا. حاضر عينينا. الرز ده انا عملته بالقشطة. استني انا عايزة انزل راسه من فوق، انا عايزة انزل الحتة الحمراء اللي هنا دي. ما نسيتش احنا هننزلها بالعافيه مش بمزاجها اصلا. بصي بقى انا يا دوبك حطيت سمنه على النار، معلقه سمنه، وحطيت فيها الرز ماشي وقلبت فيها كويس قوي، خليته يدي يعني يشرب كده كله السمنه ويدي يخش على سن التحمير. بعد كده حطيت الميه زي عادي ما بتحطيها، بس زودت عليها نص كوبايه من اللبن ومعلقه قشطه كبيره كده كده. اللي عندك قد كده او كده اللي يدي الريحه بس. تمام. طبعا هي قلبها ده مش قانون، ولكن ايه انا بحب اقلبها عشان الوش بيبقى الناحيه الثانيه بتاع الرز المعمر، هي ريحتها معمره خالص. قطعت بس مش مهم. عارفين بقى اللي بيحب قعر الحله ده اللي هو انا منهم يعني. ايوه لا وده بالقشطه بقى، ده مقرمش بالقشطه تحفه. تمام. طبعا هو سهل جدا على فكره انه يتقلب، بس يهدى شويه يبرد حبه والحله تكون ايه يعني
اصغر من كده حبه شويتين. تمام بس كده. هنعمل معانا ايه كمان بعد الوجز؟ عندنا السحور بقى. عندنا ايه؟ عندنا السحور، وعندنا هعمل لكم نوع عيش بقى النهارده ان شاء الله يعجبكم جدا. بس حلو كده تمام. وايه عايزين ننضف ده ونرص ده في الطبق. طب بذمتكم فطار ايه ده بقى؟ والله تحفه، فطار تحفه. وطبعا الزبادي، الزبادي بتعملوه ازاي؟ احنا في الحر دلوقتي بقى الدنيا تحرر قوي، هتحطوا ايه؟ عشان كذا حد سالني على الزبادي. احنا بنجيب كيلو اللبن، بنحط عليه معلقتين كبار زبادي، مش العلبه كلها، مش العلبه كلها، معلقتين كبار للزبادي، واضربهم في الخلاط. اكون مجهزه ايه؟ صينيه فيها ميه بتغلي، ميه سخنه، ومجهزه الكوبايات اللي انا هصب فيها. اضرب في الخلاط كيلو اللبن عليه معلقتين كبار من الزبادي، يكونوا بايتين، يكونوا بايتين مش طازه، اللي هي الخميره زي ما بيسموها، بيعمل رغاوي كده تعمل لك زي القشطه. واروح صبه في الكوبايات كلها شويه 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 شويه، بعدين اكمل عشان انا عايزه الرغاوي دي كلها توصل لوش ايه؟ كل الكميه اللي انا عايزاها. واروح واخداهم حطاهم في ايه؟ في الصينيه اللي فيها ميه بتغلي، واكون خلصت شغلي في الفرن ده انا بعمله، يعني ممكن تعمليه لغايه دلوقتي حلو جدا، واروح ايه؟ حاطه فيه الزبادي واسيبه لغايه السحور. هتلاقيه زي الفل، يا اما بتعمليه دلوقتي يا اما بتعمليه مع السحور لتاني يوم. يا ريهام اهلا وسهلا. يا ريهام. الو. الو ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي ايه اخبارك؟ ايه كويس. قولي لك اي سؤال؟ عاوزه طريقه الكنافه. كنافه؟ عايزه تعملي كنافه بايه؟ ايه؟ كنافه بايه عايزه تعمليها؟ ثانيه هو عادي. عادية؟ كنافة عادية يعني؟ طب حاضر نعمل لك يا حبيبتي. عينينا عينينا عينينا. يا شروق اهلا وسهلا. نجلاء اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ معاكي اتفضلي. ازي حضرتك نجلاء؟ الحمد لله الحمد لله. انت طيبة يا رب، ربنا يخليكي. انت عاملة ايه؟ ربنا يخليكي، انا عليه حضرتك بخير يا رب. الله يكرمك. تسلمي يا رب، ده من ذوقك والله، ده من ذوقك. ربنا يخليكي من ورا التافه، والله احنا كلنا بنحب حضرتك. الله يكرمك. معاكي على طول. تحياتي ليها جدا. والله يعني ما شاء الله كل الاكلات تقولي استاذه نجلاء. ربنا يخليك، ده من ذوقك والله. الاكل الجميل ده وما فيش نفس تحاول تظهر لنا على التلفزيون بتبقى مبسوطه. يا حبيبتي ربنا يخليها لكم يا رب ويديها الصحه والعافيه. طبعا اي حشوه بعملها بيبقى منها باقي، ده اكيد يعني بيحصل، فبروح شايلاه لاي حاجه تانية. يعني الوصفه اللي عملتها النهارده دي اللي هي بالبصل المكرمل، انا ممكن اعمل منها صينيه مجلاش، انا ممكن اعمل منها صينيه مكرونه، اي حاجه انا عايزاها احشيها، معجنات، بيتزا، كل ده هينفع في ده. اروح عاملاها كده واخداها كده اهو بالمنظر ده اهو، علشان ايه؟ لما اجي استعملها بروح مطلعاها زي ما تقول 100 مره. لما نيجي نتلج اي حاجه بتلجها، بصوا كده اهو رفيعه كده، تمام كده كده، اجي اتلجها افكها تقطع على طول منها تفوق على طول بتكون سايحه. بس كده. وهطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، كنت بذاكر لكم مدفع الفطار. طبعا احنا عارفين مدفع الفطار ده احلى صوت بنسمعه دلوقتي. مدفع الفطار كنا دلوقتي مستنيين الساعه كام؟ لسه معاكم لغايه مدفع الفطار، لغايه ما اقول لكم ايه؟ صوما مقبولا وافطارا شهيا. ايوه هتقعدوا معايا لغايه ما اقول لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. لايقه؟ لايقه. ف هنعمل دلوقتي عيش مع بعض. عيش ده اسمه عيش تركي، ده هينفع عليه السحور بتاعنا. كنا جبنه، كنا فول، كنا زبادي، كنا بيض، هو لايق مع كل حاجه. نغير في العيش، مش لازم نهجم على فرنه العيش كده ونجيب منها كل يوم، لا احنا بنعمل بنفسنا كوبايتين ثلاثه من العيش، بنعمل اصناف كتير. بصوا انا جايبه لكم اصناف عيش رهيبه. فالصف بتاع النهارده اللي هو العيش التركي ده حلو حلاوه غير طبيعيه، خصوصا بقى اللي بيحب كوبايه الشاي بلبن ده معاها دي وحته الجبنه خلصت. فعندي هنا ثلاث كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من اللبن، هاخد ربع كوبايه من الزيت،
معلقتين لبن بودرة، معلقة سكر، معلقة خميرة، وبيضة وفانيليا وحبة البركة وسمسم. حلوة؟ إن شاء الله حلوة. بصوا بقى دي معايا بالراحة واحدة واحدة. 3 كوبايات من الدقيق، ماشي؟ عايز تعملي أقل من كده اعملي. نص كوباية زبادي. أهي. نص كوباية لبن، بصوا قد إيه بقى العيش مغذي. وكمان معلقتين لبن بودرة، وكمان معلقتين لبن بودرة. ده احنا ما بقاش على قد ايد خالص. ومحلقة سكر، معلش اهو يا زي بعض زي بقى نفسهم في اللحظة دي والله، ده عارفة. معلقة سكر، معلقة خميرة كبيرة، وربع كوباية من الزيت، ربع مش نص. لو مكتوب نص لا ربع بس. يا لينا، لينا يا لينا، يا لينا. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. قولي لي عامله ايه؟ ليكي اي سؤال يا لولو؟ ميه بقى للعجن. ليكي اي سؤال؟ شكرا شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه. بنعمل ايه عجينه طريه؟ شبه عجينة العيش الفينو، شبه عجينة الايه؟ العيش الفينو. يبقى ده عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، نص كوباية من اللبن، ربع زيت بس مش نص زيت، ربع كوباية من الزيت، رشة الملح، ومعلقة كبيرة من السكر ماشي، معلقة كبيرة خميرة ماشي، في النص كوباية الزبادي. علبة اللي هي علبة صغيرة نص كوباية. تمام؟ وسمسم وبيضه للوش زي الفل. هناخد بقى كده العجينه نعجنها كويس قوي. وطبعا بسيبها تخمر. بسم الله بسم الله. طبعا طعمها هيبقى خطير علشان هي فيها ايه؟ فيها لبن ولبن بودرة. يا ياسمين اهلا وسهلا. ياسمين الو. يا ياسمين ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي ليك اي سؤال. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي اي سؤال يا ياسمين. اتفضلي. وقت التلفزيون عندك يا ياسمين. ايه عاوزه اعرف الفراخ المشويه. فراخ المشويه لسه قايلاها من شويه. حاضر حاضر. اخد بس العجينه الخمرانه واحط مكانها ايه العجينه اللي هسيبها. شوف طريه ازاي اهي، طريه خالص كده. واخد الخمرانه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط دي مكانها تخمر. تمام. طيب نيجي بقى هنا، اغسل ايديا بس ثواني ثواني ثواني. العيش ده بقى 3 كوبايات دول هيعملوا لنا حوالي رغيفين بس، رغيفين من العيش التركي بس. طبعا الرغيف بيقضي 2-3. ده الرز اللي بالقشطه، انا حطيت حته قشطه وحطيت فيها زرعه، بس الاخت عيش اللي حطينا الزرعه دي والله. يا عيش على الفن الجميل والله. مش عارفه اقول لك ايه، قامت من على الكاميرا وحطت لي زرعه. ميرسي. بسيب كل واحد ياخد راحته، لازم الابداع يطلع. بص بقى ادي كده ايه، عيش خمر مرقص ما 2، واروح جايبه صينيه 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 صينيه. ممكن ناخد عادي الصينيه دي ونعمل فيها الاثنين جنب بعض. بنفردها كده. بيبقى كبير هو كده. لو عملتيه صغير مفيش مشكله، بس يبقى ايه يعني رجع للقرص كده. انما ايه لا نغير حتى في الشكل برضو بيدي معنى تاني. بصوا بقى انا بعمله كده ما بخلوش رفيع قوي، لا في سمك. بص السمك ده
حته كده يعني حته كده. ايوه الصوم كده كده تمام. وبعدين ببدا انغزها كده على الحرف كده. يا ريهام يا ريهام. الو. ايوه ازيك. الو. ايوه ازيك يا ريهام. الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي اي سؤال يا ريهام؟ قوليلي. عاوز اعرف طريقه البسبوسه بالمكسرات. حاضر عينينا. بص بقى كده، هي تبقى تقسيمه باليد كده بس، مش حاجه جامده يعني. علامه بالشكل ده بس. وهروح بقى واخده صفار بيضه بعد كده او البضايه كلها عادي مش مشكله. نتأكد بس كده على علامه الايه. يا رحمه، وناخد التالي اهو بسرعه. يا رحمه ازيك؟ الو. الو ازيك، عامله ايه يا رحمه؟ الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي اي سؤال يا رحمه؟ ايه؟ ليكي اي سؤال؟ ايه؟ معلش. ايه سؤالك ايه؟ سؤالك ايه؟ ايه؟ وحضرتك كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي، تسلمي يا رب. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا حبيبتي. ماشي اهي كده. وبعدين بقى بتسيبيها تخمر شويه، بتسيبوها ايه؟ تخمر شويه. ماشي. البيضه اهي، ممكن ناخد الصفار بس وممكن ناخد البيضه كلها، وانتوا عارفيني من انصار البيضه كلها. وساعات بقى لما اكون كبيره اقول لا اخد واحده واشيل بقى في الفريزر. يعني مثلا احط صفار البيضة مثلا بس واشيل البياض. لو انا مش هستخدم البيضة كلها يعني. وادهنها بقى كده. طب بذمتكم اللي مش هيفطر اللي مش هيتسحر هيتسحر من الحاجات الحلوة دي. وشوية سمسم. وشوية حبة البركة. وادخلهم الفرن بس بعد ما اسيبهم يخمروا 10 دقايق بس، ودخليهم الفرن بس كده. اطلع فاصل وكان بعد الفاصل وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. دلوقتي عملنا العيش ودخلته الفرن. طبعا انا دخلته يعني عشان ممكن مش هسيبه 10 دقايق بس في البيت، سيبيه ربع ساعة كده ولا حاجة وادخليه يطلع قطن بقى. قطن بص شكله. الله الله الله، فنان يا كابتن. طيب جوه من غير ما افتح الفرن، سبحان الله. هنعمل بقى دلوقتي حاجة كده للسحور، هي البيض بالزبادي والفول. احنا طبعا الفول ده يوميا مفيش فيه فصال خالص يعني، مع ان في ناس تقول لك لا ما بسحرش فول. لا لا يعني حتى لو مش يعني لازم الفول ده اساسي حتى لو مش هاكله موجود. فعندنا فول سمنه والبيض وزبادي والكمون. ايه الطريقه دي بقى؟ اقول لك انا. بصوا بقى احنا بنعمل ايه؟ هاتوا البيض يا اولاد. هاتوا البيض يا اولاد. هناخد كده الاول معلقه سمنه. ماشي. قد الكميه طبعا هتستعمليها قد ايه، يعني عايزه معلقه اتنين حسب كميه الفول والبيض اللي هتستعمليهم. ثانك يو يا لولو، ثانك يو فور ماتش. واروح واخده البيض ده مسلوق. البيض ده ايه؟ مسلوق. اخده في السمنه كده.
بطين ثلاثة أربعة، مش مدحرج مش مدحرج. فطسته اهو، أنا فطسته. مدفع الفطار بقى، عشان بس ألحق أحكي لكم حكاية مدفع الفطار برضو، طبعا في ناس يعني كتير ما يعرفوش من الصغيرين حكاية إن إحنا كان عندنا مدفع فطار، مش عارفة أنا ما بسمعوش دلوقتي ولسه موجود ولا مش موجود. هو موجود طبعا في التلفزيون وكده، بس كان إحنا بنسمعه فعلا على الطبيعة، لأن هو كان أيام ما أنا صغيرة كان بيبقى على جبل المقطم وإحنا كنا في المعازي، فكان بيتسمع قوي قوي يعني. طبعا مدفع الفطار ده كان زمان الناس عادي بيفطروا على ايه، على اذان المغرب عادي جدا. ولكن كان الناس يعتبر يعني كتار شويه، فما كانش كلهم بيسمعوا الاذان. ففي يوم من الايام كان الملك من المماليك كان بيجرب مدفع الفطار، لا ما كانش مدفع فطار بقى، كان مدفع عادي، كان هو جاي له دفعه من المدافع عشان يعني يبقى في ايه حرس للمكان او اللي بيدافعوا بيه للجيش وكده يعني. فهو بيجرب المدفع، كان صدفه ان هو وقت ايه؟ وقت المغرب. فالناس بقى فرحوا جدا وهيصوا بقى ومبسوطين قوي، وفاكرين بقى ان هم عاملين مدفع الفطار ده مخصوص علشان ايه؟ علشان الناس تسمع ان الاذان اذن وكلهم يسمعوه يفطروا، فانبسطوا جدا من الايه؟ المدفع ده. فراحوا يبلغوا بقى شكرهم للملك وكده، ان هم مبسوطين جدا ان هم عمل لهم الفكره دي. طبعا هو ما كانش قصده، هو كان قصده ان هو بيجرب المدفع. فعلى لما لقى الناس انبسطوا من الفكره دي، فقال خلاص انا هسيبها على طول تبقى موجوده، موجود مدفع الفطار موجود، وقت ما ايه يعني الفطار كل سنة في رمضان يطلع المدفع ويضرب لهم كل يوم وقت المغرب، وبعدين بقى وقت السحور كمان قبليه بشوية عشان ينبههم ان هم ايه مدفع، اسمه مدفع الامساك، يبطلوا اكل. تمام يا ياسمين، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك؟ اهلا، ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب يا حبيبتي، تسلمي، اهلا وسهلا. احنا بنحب حضرتك جدا جدا جدا. الله يكرمك، الله يكرمك. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبخير، وانت طيبه. احفادي بيحبوكي وبيموتوا فيكي، عايزين يسلموا عليكي. ادهم لي، اهلا وسهلا. مازن اهو. يا مازن. الو، ازيك؟ حضرتك كلها يا عيني. حاضر. عينيا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، وانت طيب يا حبيبي. اسمها كلام تيتا. مروان. مروان، ازيك يا مروان؟ الحمد لله كويس. عامل ايه؟ تسمع كلام تيتا ولا لا؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اسمها كلام تيتا حبيبي، ربنا يخليك، شكرا ليك. كل سنه وانتم طيبين يا رب كلكم. حط بقى، بصوا كده، حط بقى الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت السحور النهارده اهي، جامده جامده جامده. يا فاطمه اهلا وسهلا. يا فاطمه، يا فاطمه، اهلس شويه الفول عشان يخش مع البيض واخليه يغلي وياخد ايه من طعم البيض، البيض اللي انا قلبته شويه في السمن ومعاه الملح والفلفل. يا فاطمه، يا طماطم، طم 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 طم، فاكرين بوجي وطم طم؟ تمام. ادي كده ايه، طبعا ايه رايكم في الميعاد بتاعي ده يا جماعه؟ حاضر حاضر حاضر، خليها بقى تغلي شويه. عارفين انا برضو مش عارفه انا بصحى بدري ليه، برضو مفيش فايده فيا يعني، عاده بقى ولا ايه، ولا تقليد بالنسبه لي ان انا اصحى بدري. امبارح برضو روحت من هنا، نمت بقى من بعد العشاء لغايه الساعه 12 ونص كده، فصحيت 12 ونص ما اكلتش رز، ما اكلتش رز. راح عليا وقت الفطار. قعد. يا هديل اهلا وسهلا. هديل، يا هديل. هديل مين خلي الفطا ومشي؟ ايوه معاكي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. حضرتك طيبه. وانت طيبه يا رب. حضرتك جدا. تسلمي تسلمي تسلمي، ده ذوقك والله، ربنا يخليك، اهلا وسهلا. بعد اذن حضرتك كنت عايزه اعرف ازاي اسوي الزلابيه على في البيت. تسوي وسط ولا الزلابيه؟ الزلابيه دي انت بتعمليها يا اما بتعمليها محمره عادي، بس تحمريها مرتين عشان تضد المقرمشه،
يا اما بتحطيها في عسل بارد يا اما بتحطي سكر بودره على وشها زي ما انت عايزه. لو انت عايزاها تفضل ناشفه على طول بتحطي ايه السكر بودره. العسل بيطريها سنه، بس لو انت عايزاها مقرمشه قوي حمريها مرتين. طبعا احنا اكيد ان شاء الله هنعملها في رمضان ده. بصوا العيش بقى ما شاء الله لسه طالع اهو، يعني ده طبعا الرغيف ده يقضي ايه اتنين تلاته ياكلوا فيه، ما شاء الله مقلبز ومليان. يعني انا سايبه هنا الفول اهو يتبخر شويه، مش عايزه فيه ميه كتير، وعايزه البيض يبقى جوه ايه، عايزه اقطعي شويه يعني كده اقطعي. ده بقى ايه تاخدي منه عامل ايه العيش ده زي العيش الشمسي كده مليان كده السخن لسه ما شاء الله يعني كده، ويبرد شويه نقطع منه طبعا يعني اخوه، تاخدي كده وتسقي بقى في الايه في ميه الفول والبيض دي. يا سلام يا سلام على الحلاوه. يا منى اهلا وسهلا. منى الو، ازيك يا منى؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. قولي ليك اي سؤال يا منى. شربات الكنافه. حاضر عينينا. شربات الكنافه هتحطي كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه، بيغلوا لمده ربع ساعه، يعني بعد الغليان تعدي ربع ساعه كده تشوفيهم، وبعدين تروحي طافي عليه يطلع معاكي ان شاء الله مظبوط جدا. كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، عصره ليمونه. ماشي؟ عايز تعملي طبعا كميه، وتبقى احنا في رمضان بقى كل شويه بنعمل حاجه حلوه فيبقى احسن برضو. هات بس شويه كمون هنا. الزبادي بقى في الاخر خالص، ده انا هربه كده واحطه على وش الطبق على التقديم بس. يبقى هنا كمون، شويه ملح وفلفل والسمنه والفول وخلاص على كده. ده معمول واحد كبير قوي من العيش ده زي. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن سخن. يا فاطمه. فاطمه زيك. الو زيك. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا بحب حضرتك قوي. حبيبتي ربنا يخليك. وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب. طيبه وبخير. قولي لي. يقعد عليك الايام بخير كده. علينا وعليكم يا رب يا حبيبتي. تسلمي. كل سنه وانت طيبه. خلصت الفطار ولا لسه؟ خلصنا من بدري. ما شاء الله. ايه ده بتطبخوا بدري كده ليه؟ بتطبخوا قبل العصر؟ لا مش بنطبخ قبل العصر. ما شاء الله. لا انا لازم بقى يعني انا على طول بطبخ بعد العصر ده على طول. ماشي حبيبتي شكرا ليكي. انا بطبخ بعد العصر على طول عشان يبقى الاكل يعني سخن كده على طول، احطه على السفره ومش هسخن بقى تاني ويبرد بقى وبتاع. فانا اخدت على كده اصلي العصر اخش على المطبخ. عشان كده بقول لكم كلكم ايه، هاتوا التلفزيونات في المطبخ انا عارفه. طيب اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. فاصل ونوصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى الفول سبته بقى ايه على نار هاديه ياخد ويدي مع بعضه بالشكل ده، شايفين اهو تمام. هاجي بقى واروح حطاه في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بقى ايه الصوص بتاعه متوزع طبعا في الطبق كده، مبقاش حته ناشفه وحته فيها صوص ازيد. نضف الطبق دلوقتي. شوكه ثانيه. نيجي بقى للزبادي ده هنقيه نروح منزلينه على وش الايه وش الفول. فين المناديل؟ بسم الله بسم الله. اخد بقى الزبادي اربه مش عليه اي حاجه.
اوكي زي ما هو. يا شيماء اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب يا حياتي. تسلمي تسلمي. انا كنت عايزه ابعت تهنئه لاخواتي، اسال لهم كل سنه وانتم طيبين. اه اتفضلي. طبعا عايزه اقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا بخير يا رب. يا رب عينا وعليكم يا حبيبتي، شكرا ليكي. وابدا بقى انزل بقى بالزبادي على الايه اللي ربيته ده على وش الفون. حاضر. يلا سحور النهارده فول جديد، مش كل يوم يبقى بنفس الطعم او بنفس الشكل، لا ان شاء الله هتلاقوا معانا اصناف كتير جدا من ايه؟ من السحور. طيب احنا كده شفتوا احنا انا معاكم بقى قد ايه؟ معاكم ساعتين، اقل من ساعتين اهم احنا كنا مخلصين كل الفطار وكل السحورات. ايه طب ما كان في حاجات جاهزه، اللي جاهز ده انا مجهزاه معاكم من قبل رمضان، ما فيش غير اللحمه اللي كنا معصجينها وحاطينها في الفريزر، هي دي اللي استعملناها، يعني حاجات كده بسيطه بس ساعدتنا في ان احنا ننجز قوي الوقت بتاعنا. يا بسمة اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ كل سنه طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب يا حبيبتي. تسلمي. حبيبتي جدا بجد. حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. كنت معلش بس عايزه اسالك بس سؤال، انا عايزه اعمل الطاجن التل. عايزه الايه؟ طاجن التل. طاجن ايه؟ مش سامعاها يا اولاد. طاجن التل اللي هو باللحمه. طاجن فول؟ تورلي. حاضر عيني. حاضر. الحس على فكره مش باين. يا كريم اهلا وسهلا. كريم اهلا وسهلا. كل سنه انت طيبه. وانت طيب، عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. ايه اخبار الصيام معاك؟ ايه كله تمام؟ شد حيلك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. قولي. انا حبيت بس اتاكد على الشربات بتاعه القطايف. ماله بقى، بارد ولا سخن قصدك؟ لا هو بارد. لا انا عايز اعرف ازاي بيتعمل، يعني هرجع لك كله دلوقتي تاني. ماشي، هقول لكم نراجع مع بعض من تاني. اول حاجه في السريع، حاضر في السريع، اول حاجه عملناها مع بعض كانت البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه. جبت كيس للفريزر اللي انا معصجاه وحطيت عليه شويه بقدونس، حطي اي حاجه عليها انت عايزاها تانيه لو انت حابه تزوديها. وبعد كده اخدت بطاطس قورتها قلتها في الزيت ورحت ايه حاطه لها اللحمه المعصجه. بعد كده كنت عامله لها الصلصه دي، خليتها متميزه شويه بتاعتها. انا عملت بصلايه وشوحتها في الزيت وحطيت عليها طماطم مفرومه صغيره وفلفل مفروم صغير مش كتير، وحطيت عليها عصير الطماطم وسبتهم يتسبكوا مع بعض. حطيتهم في الصينيه ورحت رش عليهم الصلصه اللي انا حطيتها، وبعد كده دخلتها في الفرن اتشرب كله مع بعضه. عملت جنبها ايه؟ الرز اللي بالقشطه، تحفه ريحته، يعني اللهم اني صايمه اللهم اني صايمه. ريحته حلوه جدا. هو عباره عن 3 كوبايات من الرز، 3 كوبايات من الميه، نص كوبايه من اللبن، وحوالي نص كوبايه من القشطه او اقل. حمرت الاول الرز كده، يعني مش تحميره ولكنه خد سخن شويه مع معلقه السمنه، وهتحط عليها الميه واللبن والقشطه وسبتهم طبعا والملح، وسبتهم كلهم مع بعض يغلوا قوي. وبعدين رحت ايه مهديه وسايباها مع نفسها. عايز تقلبيها تبقى قالب واحد، سيبيها تهدى خالص وبعدين تقلبيها تنزل كلها من الحله زي القالب القعر بتاعها الاحمر ده، يبقى شكله كانها معمره بالمشقلب يعني. تمام. عملنا ايه كمان؟ قلنا نعمل طبق جانيبه اللي هو الجلاش اللي بالبصل المكرمل. ده عباره عن جلاش، يعني خدت البصل كده كرملته وحطيت عليه سمسم اهو، بصوا شايفين شكله، وشويه جزر، وعايز احط جبنه نحط جبنه، ورحت ايه قفلاها كده لفاها كل ورقتين مع بعض عملتها زي المربع، وقالتها في الزيت وبتتقدم ولا فيها زيت كتير ولا حاجه. اهو بصوا جامده جدا، حلوه قوي يعني، كحاجه طبق جانبي كده ومن ناس يعني سعره حلو يعني. تمام، يعني كلها بص الوصفه دي والله ولا عايزه فرخه ولا لحمه ولا اي حاجه، هي كده خفيف كده كده ما بتاكلوش كده كده، فهتلاقي خدتي معلقتين رز على واحده بطاطس وخلاص خلصت. عملنا بقى القطايف اللي هي اعملها ما تشتريهاش، عملنا القطايف البعلبكيه.
اللي هي معموله عجينه مخصوص من كوبايه دي ابيض، كوبايه دي سمين بس خلي دي الابيض اكتر شويه، معلقه خميره وربع كوبايه من الزيت ورشه السكر، قولي معلقه كبيره من السكر ورشه ملح وميه للعجن، وفي شويه فانيليا. عجنتها وسبتها تخمر، فردتها قطعتها بالقطاعه، حشيتها اي حاجه انتوا عايزينها، يعني مكسرات بقى، ممكن تحشوها مثلا زبيب وجوز هند. بصوا شكلها ايه، بصوا بتدوب زي ما بقول لكم في البق كده، يعني هتعجبكم جدا، جربوها ان شاء الله. يعني طبعا دي موجوده في محلات بعض الحلويات كده، من محلات الحلويات غاليه قوي، ولكن هي ما فيهاش اي حاجه. عملنا ايه كمان؟ عملنا مع بعض الفول اللي بالزبادي والبيض. سلقت البيض، حمرته في السمنه وقطعته، نزلت عليه الفول، هرستهم كلهم مع بعض وسيبهم يتشربوا. بعد كده حطيتهم في الطبق ويا دوبك ربيت عليهم الزبادي، روح حطها على وشها وتقدم بالشكل ده. وكده طبعا عصير بقى، العصاير زي ما اتفقنا هناخد تمرايه، هناخد كوبايه عصير، كوبايه ميه، ونصلي ونستنى شويه وبعدين ناكل وبالهنا والشفا. و اقول لكم ايه، صوما مقبولا وافطارا شهيا، والى اللقاء.